مع وصول حجاج مملكة البحرين إلى الديار المقدسة، أتمت لجنة التقييم والمتابعة ببعثة الحج البحرينية تفتيش وتقييم جميع مباني سكن الحجاج، كما اكتمل عقد الحملات البحرينية بوصول 60 حملة لأداء مناسك الحج. أكملت لجنة التقييم والمتابعة بالبعثة البحرينية تفتيش جميع مباني الحملات والتأكد من استيفائها لجميع اشتراطاتها لا سيما الصحية والإدارية. احنا الجانب الإداري مسؤولين عن المباني السكنية لأصحاب حملات الحج البحرين، طبعا في هناك عدة اشتراطات نطبقها على هذه المباني لضمان سلامة وصحة الحاج البحريني. نروح المساكن، مساكن الحجاج، الفنادق، نتأكد على صلاحية الخدمات المقدمة للحجات، شنو الأمور اللي ميسرينها لهم أصحاب الحملات، بالإضافة لأن احنا قاعدين نراقب الحملات، نعطيهم الملاحظات، نعطيهم التغذية الراجعة على أساس أنه لو في مجال أنهم يطورون بإذن الله يطورون. ومع اكتمال وصول الحجاج البحرينيين للديار المقدسة وبالرغم من المشقة والتعب، إلا أن استشعارهم للمثوبة من رب العالمين كان سر حماسهم الذي يدفعهم لزيارة المشاعر دون أي قلق. أمورنا الحمد لله، فالله سبحانه وتعالى كلها متيسرة، ويعني الأخوة هني في المملكة ما قصروا في يعني عرض خدماتهم علينا، وكانت الأمور يعني في أفضل، وكل سنة نرى يعني تحسن ونرى يعني أمور كثيرة ما كنا نشوفها في السابق. شعور جدا جدا مختلف من تشوف الكعبة ومن تشوف يعني سبحان الله، من نعتمر ونخلص بس يعني شعور بالأمن والطمأنينة. يعني المفروض أن كل واحد، الصراحة أنصح الكل يروح الحج وهو بصحته، يعني صراحة شعور ما يتعوض. أشكر بعثة مملكة البحرين على الجهود الجبار اللي قاعدة يسوونها لنا هنا، سواء في مخيم منى ولا مخيم عرفات، ففعلا الشغل الملموس اللي قاعد يستوي والتعاون معنا لأبعد الحدود، فأي شيء تحب أنه يتوفر يوفرونه لك بكل سهولة إن شاء الله. 4625 حاجا بحرينيا تنوعت رغباتهم واختلفت أمانيهم، حاملين دعواتهم ودعوات أحبابهم. هنا يجتمع المسلمون من كل أصقاع الأرض، هنا يتوافد ضيوف الرحمن، وهنا يحط حجاج مملكة البحرين رحالهم إلى البيت الحرام ملبين، وإلى المشاعر ضارعين، وإلى أداء حجتهم وإتمامها متلهفين ومشتاقين. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، مكة المكرمة.